السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جامعة كرخ العلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء، محاضرات الانجينيرينج سايزمولوجي، علم الزلازل الهندسي للمرحلة الرابعة. أعزائي الطلبة، نستكمل محاضرة تقييم الخطر الزلزالي السايزميك هازارد والخاص بالاتنويشن من خلال دراسة الاتنويشن، توهين الموجات الزلزالية المتعلقة ب الجراوند موشن او الحركات الارضيه، وتكلمنا عن المعادله اللي تربط بين الجراوند موشن وايضا بين المعاملات اللي موجوده بالمنطقه او اللي تخص جيولوجيه وتكتونيه المنطقه، بالاضافه الى الماجنتيود والسلانت ديستانس او السلانت ايبيسنترال ديستانس. نجي على موضوع الهازارد ايفالويشن، ونتناول موضوع تقييم الخطر الزلزالي بالنسبة للموديل الخاص بالمصدر الزلزالي النقطي Point Source Model. This model is the basic building block for more elaborate source match model such as a fault line source or an area source. إذا هذا الموديل يكون أوضح من حيث التطبيق بالنسبة لمنشأ هندسي أو بناية من الموديلات الأخرى اللي هي الموديل الخطي اللي هو الخاص بالفوالق، والموديل المساحي اللي هو الخاص بالرابتشر أريا أو مساحة الشق بالنسبة للزلزال. In this model, a point source with expected recurrence relationship AB parameters is situated at a given distance R from the site, and an attenuation relationship exists for the region. إذا بهذا الموديل نفترض أنه عندنا مصدر نقطي للزلزال، وعندنا علاقة رياضية تخص تكرار حدوث الزلزال واللي تعتمد على المعاملات A و B. ال A هو الاكتيفيتي وال B هو يمثل البريتلنس، وايضا هذا المكان اللي نريد نقيمه يبعد على فد مسافه معينه من المنشأ الهندسي او الموقع الهندسي، ولغرض عمل ما يدعى ب علاقة رياضية للتوهين اعتمادا على الجراوند موشن او الحركة الارضية اللي موجودة بالموقع الهندسي. For the source point model there are two approaches that can be adopted for the analysis. هناك اسلوبين يمكن تبنيها بالنسبة للموديل المصدر النقطي. الاسلوب الاول هو الاسلوب المباشر direct approach given the expected life L for a structure and the acceptable probability of exceedance P we can determine the return period T of the event. اذا من خلال انه معرفة العمر التصميمي للمنشأ الهندسي اللي هو ال L، وايضا فترة خلينا نقول احتمالية الحدوث للزلزال اللي نرمز لها بالرمز B، نستطيع انه نخمن او نحسب فترة العودة او للزلزال اللي هي return period اللي هي T للحدث الزلزالي من خلال العلاقة الرياضية اللي تناولناها P equals 1 minus exponential minus L over T، حيث ان T هنا هي تمثل لي فترة العودة return period، ويمكن ان نحسبها من خلال مقلوب عدد الزلازل اللي تمتلك نفس الماجنتيود اللي تحدث خلال السنة الواحدة. The return period T is the inverse of the average number N of earthquakes per year. T هي تمثل لي فترة العودة اللي هي return period، تساوي لي مقلوب عدد الزلازل اللي هي ال N اللي تحدث خلال السنة الواحدة، واللي يكون عندي تمتلك تقريبا نفس الماجنتيود او نفس القدرة الزلزالية.
and is related to the magnitude of the earthquake through the recurrence relationship. إذا N لها علاقة بمن؟ بالماجنتيود اللي هي قدرة الزلزال، ولهذا قلنا أنه عدد الزلازل اللي تكون تمتلك نفس القدرة الزلزالية خلال السنة الواحدة، حيث أن لوغاريتم N يساوي لـ A minus BM، M هي الماجنتيود و A minus B هي الـ activity والـ brittleness. وملاحظة: if the computed magnitude is bigger than the maximum magnitude, then M is the maximum magnitude. إذا كانت القدرة المحسوبة هي أعلى من القدرة القصوى، عندها يمكن اعتبار M في هذه المعادلة هي اللي تمثل لي القدرة القصوى للزلزال. From the magnitude of the event and the distance, we find the design ground motion. إذن مثل ما تكلمنا انه الجراوند موشن اللي هي الواي واللي علاقه بالاتنويشن راح تساوي لي هذه المعاملات البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 بداخل هذه المعادله، والام هي تمثل لي الماجنتيود، والار هي راح تمثل لي الديستانس او المسافه للنقطه المقاس فيها على بعد معين من المنشا الهندسي. Note, in this relationship, R is a distance parameter and not the distance directly. إذن الـ R هنا يمثل لي هو معامل المسافة ولا يشكل المسافة البؤرية نفسها بالذات. Because of the presence of the maximum magnitude, this approach is applicable for a point source only. وبما أنه هنا استخدمنا القدرة القصوى للزلزال في هذه المعادلة، فقط هذه المعادلة ممكن أنه نطبقها في حالة كون المصدر من النوع النقطي. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الغير مباشر. This approach can be extended to more elaborate source models. هذا الأسلوب يمكن أنه يتوسع إلى أنواع مصادر أخرى واضحة. This is a reverse procedure for the direct approach. وهي تمثل لي معكوس الإجراءات أو الحسابات اللي نجريها على الأسلوب المباشر، اللي نجريها خلال الأسلوب المباشر معكوسها. We start with an assumed value of the ground motion y and determine its return period t, which is then related to p. اذا نبدا اول شيء بالحسابات بالجراوند موشن اللي هي معاملات الحركه الارضيه، ومن ثم منها نقدر نستخرج الماجنتيود ونقدر نستخرج عدد الزلازل خلال الفتره خلال سنه واحده اللي تمتلك نفس الماجنتيود، وبعدين نقدر نحسب الريتيرن بيريود او فتره العوده. يعني بالعكس اذا نجري الحسابات هاي بالنسبه للاندايركت ابروتش. بلوت واي فيرسس تي اند ديترماين ذا ديزاين جراوند موشن فروم ذا بلوت. اذا بعد ما يتم الحساب يتم رسم علاقه ما بين الجراوند موشن والريتيرن بيريود اللي هي فتره العوده لغرض عمل تصميم او مخطط تصميمي للجراوند موشن او تاثير الحركه الارضيه على الخطر او ما يشكله من خطر زلزالي في موقع الهندسي. Many point sources model. الموديل الاخر هو اللي يكون متعدد النقاط، يعني نعتبر عده نقاط هي اللي تكون المصدر للزلزال. In this model, for any given value of the ground motion y, the n values from all point resources or sources are added together. إذا عندي أكثر من نقطة، كل نقطة يتم حساب عدد الزلازل اللي تتكرر اللي تمتلك نفس الماجنتيود تتكرر خلال سنة واحدة، يتم جمعها كلها ويتم حساب التي اللي هي الريتيرن بيريود، حيث ان الريتيرن بيريود هنا تساوي لي مقلوب مجموع
الأحداث اللي تحدث الزلزالية خلال سنة واحدة من مصادر نقطية متعددة. هذا بالنسبة لمحاضرة هذا اليوم، أشكر إصغائكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.